يعني الجائزة تعني لي وللفلسطينيين شيء الكثير، وهي يعني لأهميتها الكبيرة على مستوى الوطن العربي ولخصوصية هذه الجائزة لنا كفلسطينيين. هي تشكل دافعا إضافيا للفلسطيني الذي يعاني تحت الاحتلال والذي يتعرض كل يوم لكل هذه الجرائم التي يمارسها الاحتلال وأذرع المختلفة. تعتبر جائزة الفكر العربي، جائزة الإبداع الاقتصادي، حافزا إضافيا للفلسطيني الذي رغم كل هذه الظروف لا زال يبدع ولا زال يقدم شيئا مختلفا من أجل تطوير أدوات صموده على أرضه في فلسطين.